عليكم. أنا في الوراء هذا المنبر في السعود اللي كيحتفل بعيد المغرب 8 مارس وعيد الأمهات ديالكم وجدواتكم وفاتاتكم، عيد المرأة اللي كتبقى هي النص ديال المجتمع. أنا معروف عليا بأن كنعاون الأمهات العزيزة. أنا بغيت نقول لكم واحد الحاجة، الهم ديالي الأول هو الطفل اللي كيجي للدنيا وهو ما طلبش باش يجي للدنيا، يجي للدنيا هو مجهول الهوية. هذه هي اللي كيبقى فيا بحال يكبر ويقلب على سميت با وما يعرفهاش. النهار اللي شفت باش تسمعوني بغيتكم تسمعوني، بغيتكم تسمعوني، جيت لعندكم، جيت لعندكم. النهار اللي شفت أم مخرجين والديها للسنقة هي والوليد ديالها الصغير، يلا يكون عنده شهرين ولا ثلاث شهور وكتربعو، المعنى ديالها ما عمرها كانت ناوية تخلى عليه. خرجوا والديها قال لي غادي تخرجي وغادي تأهلي ولد، ديه لوحيه كوليه سمحي فيه ماشي سخنه، ديه ورجعي للعش. وكان الحال بارد، تصوروا كان الحال بارد، والخمسة والعشية طلاب طايح والبرد. وانا دخلت عند المساعدة الاجتماعية كنت كنجرتي في المكتب ديالي وانا يلا داخلة، انا براسي يلا داخلة معطلة ديال الولادة، يعني ولدي كان تقريبا ديك هذاك الوليد. هذيك الام طلبات من المساعدة الاجتماعية قالت ليها انا والدي خرجوني للشارع وشتاتي كتشوفي، وهاد الوليد ما غاديش نقدر لا نربيه ولا نشدو. بغيت بغيت نسمح فيه، بغيت نتخلى عليه. ديك الوقت كان يمكن المساعدة الاجتماعية تشد عند هذاك الوليد، لما عمرات لها الملف وقالت لها دابا غادي تحطي البصمات ديالك جوج لأن تخليتي على ولدك. الوليد كان كيرضع، جات السيدة باش تدي الدري لدار الأطفال وتخلى عليهم. هذيك الأم غادي تجر الزلم في الولدة بواحد الطريقة معنفة، لحيت الحليب غادي يرش على الوجه ديال الوليد، الوليد غادي يصرخ، غادي يخرج نضرب كاع دموعي. وهذيك الليلة ما غاديش نعس لأن غادي نتفكر في هذيك الأم اللي صدرها عامر بحليب، والعيالات اللي كيكونوا تخدموا راه عارفين الحليب اش كيدير فيهم، كيضرهم صدرهم بزاف. وذاك الوليد اللي غادي يتحرم بالزولة ديال المو والعطف ديال المو لأن المجتمع قاسي عليه، لأن هذيك الأم سواء وقعت في اغتصاب أو في غلط طفل ما خصوش يخلص ثمن الغالي، طفل خصو يعرف شكون مو شكون با. هذا هو اللي خلاني ولو أنا عيان، أنا جيت أنتم ما كتشوفوا فيها عيان ولكن ما كنقولش لا الجماعات. علاش؟ على قبل بغيت ندوز لكم الشعلة، انتوما انتوما الشباب والشابات المغرب راه انتوما اللي غادي تصاوبوا، ما غاديش نبقى ديما نعولوا على خويا اللي يجي يصاوبوا لينا، حتى واحد ما غاديش يكتب لينا في بازارنا. يا اما غادي نعرفوا بحق المسؤولية وغادي نعرفوا بحق التربية الجنسية. انا بغيتكم تفهموني ملي كنقول التربية الجنسية، انا ما كنقولش التربية الجنسية بطريقة غربية. القرآن اللي عندكم 7 سنين 8 سنين كتحفظوا سورة اقرأ، كلكم حافظينها، اقرأ باسم ربك الذي خلق، يا كلكم. اشنو هو العلق؟ العلق هي البويضة اللي كتكون عند المرأة وهو الحيوان المنوي عند الرجل. إذا الولاد مكون جوج ديال الحاجات، ملي كتعلم الدري الصغير باقي صغير تعلمو والبنت تعلمها واخا. وانا غادي نقول لكم واحد الحاجه بالنسبه للشباب والشابات، الا ملي كنمشي للجامعات كنقولها لهم، البنات ديالنا ولا ديالنا ما عارفين والو، حتى شي واحد ما هضر لهم، لا مول هضرت لهم ولا المدرسه هضرت لهم، ولا ولا في واحد المحل اللي كدرسوا فيه. يعني كاينه تربيه جنسيه مش ما كايناش، ولكن طريقه علميه ماشي بحال اللي يمسوها عليك بالوقت الام. شوفوا البنات، راكم في جامعة اللي كاين فيها البنات والولاد، أنا داخلة وكنشوف الولاد
شوفوا فيهم كلهم زوينين كلهم. هذا المشكل. ولكن البنات البنات تجري داخلك ينظر معاكم بحرارة. راه ما كاينش يقول لك انا كنبغيك وكنموت عليك. إلا أنت كتبغيني مرة أنا كنبغيك مليون مرة بجوج. ولكن غادي تشكي كيك عندك. علاش؟ علاش كنقول هادشي هذا؟ على خير هذا زعيم جمعية تضامن نسوي بنات اللي جايين من الجامعات الكبيرة. الخصوصية اللي الغالي التمام غالي. والعمومية اللي هي عمومية. شكون اللي كتحصل؟ المرض ما هي اللي كتحصل لنا هي اللي كتحمل. غير هي كتقول لي راني حامل هنا كاش كيدير؟ كيهرب. كيخليها وحنا. كيخليها وحنا بالحمل. خايفة من والديها. الإيجاد في المغرب عندنا ممنوع، أنتم هادشي كلكم كتعرفوا، ممنوع الإيجاد، عاد كيحرموا الدين، دابا حنا كنهضروا غير على الممنوع، وكتصدق، مهرسة قريتها، مهرسة الأسرة ديالها، وشحال ديال البنات كيدخلوا لدارهم، على قبل كتخاف، كتخاف يدير، اللي كيقولوا لي أنا. كتقولي انا خويت ضرر عندي انا خايفه على الوالدين ديالي خايفه من خويا يجي يغشي فيا موس وغادي يولي العار العائله كلها خايفه على منو خايفه على بو على خوتي انا فرات باش نبيحو خايفه 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 المره الاولى الوقايه خير من العلاج نقرا مع الولد ماشي مشكل نسافر مع الولد ماشي مشكل انا الرياضه مع الولد ماشي مشكل ولكن حدود ماشي بعيد ماشي بعيد كنت في مدرسه عليا ودوك المدارس اللي كيخلصوا فيها 120000 ريال و 140000 ريال في الشهر وكنت قلت لهم البنات ما تثقيش لا تشوفي زوين عطيك نقول لك نبغيك تثقي بي ربي بارك و بناتي والله الا نقول لكم الحق ما كان شي شهرين باش دزت هذيك المدرسه فجاني التليفون الو مدام الشنا اش كاين يا بنتي ياك لاباس ها العار مدام الشنا البنت حامله شهر ونص وما قدرش نقولها لامها واش شنو غادي دير اش غنقول لك بنتي بحال كنت عندكم بحال هضرت معاكم نقول لك ايجاد ايجاد ممنوع البنت تمشي تهضر مع ما عندها فين تمشي وامها تنضفها ما تصرفهاش تمشي عند امها تهضر معاها باش تشوف فين غادي يكون الحل واش فهمتوني اش كنقول اللهم الوقايه خير من العلاج واش فهمتوني ولا لا هذوك الافلام المكسيكية والأفلام التركية وكنبغيني كنبغي لا خذوا عبرة خذوا عبرة يا المحنة أنا اللي كنتمنى لكم اللي كنتمنى لكم أنتم دابا طلبة أنا تمنيت لو في حياتي أنا خدمت من 16 عام ونص عاد وليت مشيت قريت من بعد الأمنية ديالي لكم أنتم وصلت للدرجة ديال الجامعة أقراو قراو قراو شحال ما قريتو مزيان صور خدمتو ولا ما خدمتوش المهم عندكم الدبلوم ديالكم عندكم التكوين ديالكم عندكم العلم ديالكم العلم كينور شوفوا وليدات أنا كنقولها لكم بحال كنهضر مع ولادي لأن ملي كيفوتك الركب ما بقى ما يتقال ما حتكون باقي في السن ديال الدراسة درسوا شحال ما قدرتوا تدرسوا باش توصلوا بالجديد ديروا جيم لاباج ديالنا تابعونا على اليوتيوب وما تنساوش تخليو كومونتير